سلام، سميتي دعاء، كنقرا في السادس وانا اللي درت شخصيه ديال صباح في في مسلسل المختفي وعندي 11 عام. صراحه انا مشيت مع خويا ملي كان غيدوز كاستينغ، ملي دوزو حتى انا بغيت ندوز كاستينغ، زعما ندير اول تجربه ليا في مجال التمثيل. صراحة كانت أجواء ديال كاستينغ زوينة بزاف، تلاقيت مع ممثلين جداد و زعما ممثلين اللي عزيزين عليا بزاف وهكا اللي كانت زوينة. صراحة كنت كنمثل مع خويا ملي كان كيدير، كانت عنده شين يوتيوب وكان كيدير فيها أفلام وكنت كنمثل معاه، وتا في المدرسة بعد المرات كتكون مسرحيات وكنمثل فيهم. في انستغرام صراحة كل مرة شنو كندير، بعد المرات دي فوتو، بعد المرات ستوريات، كل مرة وشنو. صراحه كانت تجربه زوينه بزاف، تلاقيت مع ممثلين زوينين وظريفين وكان كيعاوننا حتى الدري وائل اللي كان كيعطينا نصائح جداد على التمثيل، كيفاش نديرو في وجهنا، واش نكونوا زعما معبسين او الفرحانين على حسب البيرسوناج ديالي كيفاش غادي تكون في اللقطه. صراحه كانت بيرسوناج لي زوين، كانت سميتي صباح وعجبتني بزاف، ما كرهتش نعاودها مره واحده اخرى. كيشدوا اللي ملي كتشوفوا وليدها كيتخاصموا، كياخذوا كتشد هذيك خيز وكتشرب واحد الدواء اللي كانت حزينه دائما، كانت كتشوف وليدها كيتخاصموا بزاف وملي غادي تشوف البيرسوناج كريم غادي يجي غادي تفرح بان حيت غادي يكون واحد الشخص جديد في لا فامي ديالها، ولكن من بعد غادي يكون دائما زعما كيجبد لهم غير المشاكل. كنت فرحانه باش نشوف راسي في التلفازه غادي ندوز، وحتى لي زامي ديالي في لا كلاس كي ملي كيشوفوا شي لقطه كيبقاو يقولوا لي، كيقولوا لي راه شناك في المختفي درتي هادي ودرتي بحال هكا. ما حسيتش بالخلا حيت ديجا كنا كنصوروا انا وياه افلام، فكنت مدربه بانني كنمثل ما كنشوفش في الكاميرا عادي، وكان معايا حتى خويا زعما ما كنتش كنحس بالخلا حتى شي حاجه. غنبغي نقول لهم شكرا بزاف حيتاش كتفرجوا وحيتاش دايرين لي ابوني في الانستغرام ديالي وكتابعوني في المختفي. زين بالعالمي وإيمان مشرفي وعلي يوسف جندي. صراحة عجبني الدومين في المجال التمثيلي، عجبني التورناج بزاف، أول تجربة ديالي كانت زوينة، وإن شاء الله غندير مسلسل جاي إن شاء الله. شكرا بزاف حيتاش كتابعوني وكتشوفوني في المختفي وزعما كتدعموني.